فيلم ذا ايلاند. مجموعة من الركاب بيتوهوا في البحر بسبب موجة تسونامي، وبيتكسر المركب بتاعهم على جزيرة معزولة، وبيعانوا عشان يلاقوا الأكل والمية. العالم كله بيتهز بسبب تصريحات عن نيزك خرج عن مساره وجاي ناحية الأرض. في نفس الوقت بنشوف واحد اسمه ما وأخوه الصغير شياو، والاتنين كانوا رايحين رحلة تبع الشركة اللي شغالين فيها. وقبل الرحلة ما أخد تذكرة حظ على أمل إنه يكسب بيها الجائزة الكبرى ويقدر يتجوز زميلته الجميلة شين، وبيتجمع كل موظفين الشركة بعدها عشان يركبوا الأتوبيس البحري اللي هينقلهم، وبينطلقوا كلهم أول ما بيوصل شينج مدير الشركة. وبيوصل ما وشياو متأخرين وبيجروا جنب الأتوبيس لحد ما شينج بيدخلهم وبيكملوا رحلتهم. بنشوف بعدها ديك سواق الأتوبيس وهو بيقدم نفسه بحماس للموظفين وبيقطعوا مساعد المدير وبياخد المايك منه عشان يديه لشينج. وساعتها شينج فرح الموظفين وقال لهم انه زود مرتباتهم بقيمة 10%. في اللحظة دي الموظفين فرحوا جدا بالخبر، بس اللي طار من الفرحة بجد كان ما، لانه اكتشف ان تذكرة الحظ بتاعته كسبته 60 مليون يوان عملة الصين. وقام رقص وغنى، وفجأة الفرحة بتتقلب لخوف لانهم شافوا موجة ضخمة جاية على الاتوبيس بتاعهم. وساعتها ديك طلب من كل الركاب انهم يلبسوا سترات النجاة، بس اللي زاد الطين بلة ان الموجة كانت شايلة معاها باخرة عملاقة متدمرة. ولحسن حظهم ديك قدر بمهاراته انه يتفادى الكارثة دي ونزل تحت المية. تحت المية ظهر قدام الركاب حوت عملاق عدى من جنب الاتوبيس، وبعدها الطيار بيسحب الاتوبيس لاتجاه مخالف. بالليل بنشوف ان الطيار سحب الاتوبيس وكسروا على شط جزيرة مجهولة، وفي وسط المطر كل الركاب كانوا بيصرخوا وبيبكوا بسبب المصيبة اللي حصلت لهم. وبيفوق ما بعدها اللي فرح جدا لما لقى ان تذكرة الحظ بتاعته سليمة، وطلع يجري بعدها في الغابة عشان يدور على حبيبته شين. بعد وقت من البحث ما لقى شين فعلا، بس كانت مصابة لأن رجلها محشورة في صخرة، فساعدها وحرر رجلها ومشي هما الاتنين بعدها وراحوا لباقي الموظفين، وكلهم قضوا الليلة في كهف. تاني يوم السواق ديك راح الكهف للموظفين وقال لهم انه قضى الليل كله في استكشاف الجزيرة ولقى شوية مؤن، بس الموظفين ما كانوش مهتمين وطلبوا منه انه يتصل بالشركة المسؤولة عن الاتوبيس عشان تيجي تنقذهم. بس للأسف الاتصالات ما كانتش شغالة على الجزيرة، وساعتها اتكلم واحد من الركاب اسمه العالم شي وقال لهم ان تنبؤات العلماء حصلت والنيزك ضرب الارض فعلا ودمر كل مظاهر الحضاره بما فيها وسائل الاتصال والانترنت. والركاب خافوا بعدها وحصلت بينهم فوضى بسبب فكره انتهاء العالم، بس ما كانش عايز يصدقه لانه ما كانش عايز يصدق انه هيخسر ال 60 مليون اللي كسبهم، ما هو الفقر فقر طول عمره. المهم ما حاول انه يشجع الناس وقال لهم بدل ما انتوا عمالين تبكوا على حظكم كده بلاش تستسلموا وشوفوا طريقه نقدر نتواصل بيها مع اي حد يجي ينقذنا. والسماء مطرت من تاني، وساعتها الركاب راحوا يستخبوا في الكهف تاني وكانوا بردانين وجعانين. في اليوم اللي بعده ديك خد شوية من الركاب للغابة وعرفهم مكان الفاكهة اللي هياكلوا منها، بس الركاب كانوا مرفهين وما كانوش عارفين ازاي يطلعوا الشجر، ووقفوا يبصوا على ديك وهو بيجيب لهم الأكل. بعد فترة الركاب بدأوا يتكيفوا مع العيش على الجزيرة وخدوا سترات النجاة بتاعتهم ورسموا بيها علامة نجدة وعملوا مقاوي إشارة من شوية معادن لقوها على الجزيرة، بس لسوء الحظ محاولتهم فشلت. فجأة الركاب سمعوا صوت انفجار قوي واكتشفوا ان شياو كان بيحاول يصلح موتور الاتوبيس بأمر من شينج، بس محاولته فشلت هو كمان. وبيتعصب شينج بسبب الموقف اللي هم فيه، والأول مرة ثروته وفلوسه ما يبقاش ليهم لازمة. ديك جاب شوية أكل للركاب اللي أول ما شافوه هجموا عليه زي الحيوانات، وأثناء الأكل واحد من الركاب اعترض على طعم الفاكهة اللي جابها ديك، وساعتها ديك اتضايق وزقه في وشه وقال له احنا هنا مش في الفود كورت، وثروتك وسلطتك مالهمش أي لازمة هنا، اللي عايز نوع أكل تاني يروح يجيبه بنفسه. في اللحظة دي جزء من الركاب مشي ورا ديك ودخل وراه للكهف اللي لقاه في الغابة ونجحوا إنهم يولعوا نار تدفيهم. وفي الوقت ده ما حاول إنه يقرب أكتر من شين واتكلم معاها بكسوف ووعدها إنه هينقذها من الجزيرة دي، بس هي طنشته. بعدها الركاب قرروا انهم يعينوا ديك القائد بتاعهم لانه الاكثر خبره بينهم في التكيف والبقاء في الجزيره، وديك وافق على اقتراحهم وقيادتهم. واول ما بقى قائد عليهم حط قواعد جديده واجبرهم يمشوا عليها، بس مدير الشركه والمساعد بتاعه كانوا متضايقين ان ديك يبقى قائد بعد ما كان حته سواق. شين طلعت بعدها من الكهف وما مشي وراها وكانت عايزه تصرخ بعلو صوتها عشان تنفس عن الكابت اللي جواها، بس ما قطعها وصرخ هو مكانها. وفي اللحظه دي شين رجعت للكهف. تاني يوم الصبح ديك جمع الركاب وقسمهم لفرق ووزع عليهم مهام معينه عشان يساعدوه، فريق يجيب ميه وفريق يجيب اكل وفريق يطبخ، وفعلا الموضوع مشي تمام
وبقى مهووس جدا بسلطته الجديدة. بس ماما ما كانش عايز يبقى تحت سلطة ديك، فقرر انه يسيب المجموعة وقضى كام ليلة على الجزيرة لوحده. ولما رجع قال للركاب على اللي اتعلمه في الكام يوم دول، وده خلى ديك يغضب جدا وضرب شين بالعصاية لانها كانت هتشارك ما في الاكل بتاعها. في اللحظة دي ما هجم على ديك، بس ديك قدر يتغلب عليه وكان هيحط وشه في المية المغلية، وبعدها ربطه في شجرة وقال ان ده هيحصل لأي حد يخالف أوامره. بالليل شياو أخو ما راح وفكه، وتاني يوم ما قرر انه يسيب الجزيرة وشجع أخوه يجي معاه. وشين جات له بعدها وحاولت ترجعه عن اللي ناوي يعمله، وساعتها وريها تذكرة الحظ بتاعته وقال لها انه مستعد يخاطر بحياته عشانها، واخيرا اعترف لها بحبه وقال لها انه الجندي المجهول في حياتها وانه كان ورا كل نجاحاتها، ده حتى كان ساعدها على انها تعدي ازمة طلاقها. بس شين فاجئته وقالت له انت زي اخويا، وبما ان ماما عندوش حاجة يخسرها واحتمال يموت في البحر هجم عليها وحاول انه يبوسها، بس حتى دي فشل فيها وساعتها سابها واقف على الشاطئ، بس وعدها انه هيرجع لها لو فضل عايش. يا عم لما كرامتك بقى اللي عماله تتبعتر دي. الاخين انطلقوا بعدها على حاجه زي مركب كده، وطول الطريق ما كان بيتكلم عن طفولتهم القاسيه وبيحلم بال 60 مليون اللي مستنيينه، لكن فجاه ظهرت قدامه جثه لدب قطبي، وساعتها ما توقع ان النيزك قضى على كل حاجه، فخدوا هما الاثنين جثه الدب معاهم ورجعوا للجزيره تاني. اول ما وصلوا لقوا ديك مستنيهم وكعقاب ليهم خلاهم يقدفوا على الارض، والركاب ماتوا عليهم من الضحك لما شافوهم بالمنظر ده. وبنعرف ان شين قالت لكل الركاب عن تذكرة الحظ بتاعت ما، وده زود تريقتهم عليه. شياو اتكلم مع اخوه عن تذكرة الحظ وقال له انه هيقسمها معاه، بس ما رفض وزق اخوه على الارض. وبعدها مدير الشركة شينج حس انه خلاص اتحبس في الجزيرة دي، وبيبص في المحفظة بتاعته على صورة بنته وبيرمي كل الفلوس اللي ما بقاش ليها اي قيمة. في اليوم 21 على الجزيرة ديك بقى ديكتاتور اكتر من الاول، وبقى يمنع الموظفين من الراحة وبقى يعاقب الناس على الفاضي والمليان. ومرة أمر ما وشينج إنهم يصطادوا سمك للناس كلهم وبيفضفضوا هما الاتنين مع بعض، وشينج بيقول لما إنه فاهم اللي حاسس بيه واقترح عليه إنهم يدوروا بنفسهم في مكان تاني على الجزيرة، يمكن يلاقوا حاجة تانية أحسن من اللي هما فيه. وبالليل شينج كلم الموظفين بتوعه وقال لهم ما يبقوش زي الحيوانات، يطلعوا شجر وياكلوا اي حاجه تقابلهم، وقال لهم لو الاخبار عن النيزك صحيحه واحنا فعلا اخر سكان الارض فتطور الكوكب كله معتمد علينا احنا، واكيد مش هنطوره باللي احنا بنعمله ده. المجموعه كلها سقفت لشينج على الخطبه الجميله دي، بس ديك ما سكتش وقال له ان الناس محتاجه قواعد يمشوا عليها عشان يعيشوا، مش محتاجين للمنطق والشعارات. وساعتها المجموعه اتقسمت لفريقين، فريق بقياده شينج وكان فيه ما وشياو وناس تانية من المجموعة، أما باقي الموظفين فضلوا زي ما هم في الكهف مع ديك، ومن ضمنهم شين. فريق شينج مشيوا كلهم في الغابة لحد ما شينج وداهم لسفينة كبيرة مقلوبة، وهناك لقوا كل اللي محتاجينه عشان يعيشوا حياتهم بشكل مريح على الجزيرة، دول حتى لقوا وقود. وبكده قدر شينج انه يرجع ثقة موظفينه. تاني يوم الصبح الاخين ما وشياو طلعوا بره السفينه وشافوا قد ايه هي عملاقه، وتصالحوا هما الاثنين وهما بيصطادوا السمك، وما قال لشياو انه هيقسم معاه الفلوس. في نفس الوقت العيشه بقت اصعب على فريق ديك لدرجه ان هما كانواش لاقيين حاجه ياكلوها، بس ما كان قلبه طيب وحط لشين سمكه في سلتها. شين رفضت في البدايه عشان كرامتها وكده يعني، بس بعد ما قال لها انه عنده صابون في السفينه بتاعته وافقت انها تاخد السمك وراحت معاه للسفينه رخيصه قوي ضحك عليها بصابونه. المهم لما وصلوا هما الاثنين السفينة ما ساعد شين انها تغسل شعرها بالصابون، وخدها تلف في السفينة ووراها كل حاجة فيها. وبعد يوم جميل مع بعض شين قربت من ما اكتر وحكت له انها انفصلت عن طليقها القديم لانها ما كانتش بتثق فيه، وبتيجي بينهم لحظة رومانسية. وفجأة بيدخل عليهم شينج بيقطع لهم الخلف، وساعتها شين اتكسفت وقررت ترجع لفريقها. وبعدها كلهم راحوا هناك، شينج جمع كل الناس في السفينة واقترح عليهم نظام جديد بقواعد جديدة، وانهم هيستخدموا ورق الكوتشينة كفلوس قصاد انهم يعملوا مهام محددة، والكوتشينة دي هياخدوا قصادها اكل ومية. الفكرة عجبت كل اللي موجودين الا ديك، ورفض انه يمشي ورا شينج وخد الفريق بتاعه ومشي. بعدها ما اتكلم مع شينج عن خطتهم للهروب من الجزيرة، بس شينج صدمه لما قال له انه مش عايز يمشي من هنا. وساعتها ما اكتشف ان شينج كان بيشتغل هو واخوه عشان يحقق الهدف بتاعه، بس ما رفض انه يمشي وراه تاني لانه ما كانش عايز يبقى عبد لحد، وخد اخوه شياو ومشي. في اليوم 60 على الجزيرة ما وشياو عملوا ملجأ منعزل ليهم لوحدهم في طيارة هليكوبتر عطلانة، وكان فاضل 29 يوم بس على تذكرة الحظ بتاعت ما قبل ما تنتهي. وبدون الأدوات اللي كانت في السفينة ما قدروش إنهم يدبروا أكل كفاية يكفيهم في يومهم، ومع الوقت بدأوا هما الاتنين يفقدوا الأمل في إنهم يهربوا من الجزيرة، وقرروا هما الاتنين إنهم يرجعوا للسفينة من تاني.
أول ما وصلوا لقوا إن شينج طور السفينة وعمل نظام تجاري كامل بورق الكوتشينة، ده غير إن في ناس من فريق ديك انضموا ليه، ولقوا إن الناس هناك فرحانين ومعاهم أكل كتير يكفيهم. الأخين قابلوا شينج وطلبوا منه يسلفهم شبكة صيد عشان يدبروا أكل يومهم، بس شينج اتريق عليهم وأمر واحد من رجالته إنه يضربهم ويرجعهم تاني للغابة. بالليل شين راحت تطمن على الأخين وسابت ليهم شوية سمك مع شوية مكرونة كرد جميل يعني، بس ما كان حاسس بالقهر لأن شين انضمت لشينج وماشية تبع القواعد بتاعته، وفعلا ما رفض مساعدتها ورمى كل السمك اللي هي جابته بعد ما مشي. في اليوم 90 ما كان قاعد على شاطئ الجزيرة هيموت من الجوع وبيتحسر على تذكرة الحظ بتاعته اللي معادها فات خلاص، وفجأة وقعت فوق سمكة وبعدها سمكة تانية، وفجأة الدنيا بدأت تمطر سمك، وما فرح جدا لأنه خد اللي أهم من الفلوس، ما كل هو وأخوه كل اللي كفيهم، وبعدها خدوا السمك الباقي وجففوه على الشجر. وبعدها ما بتجيله فكرة خبيثة للسيطرة على الجزيرة. أول حاجة راحوا لمخيم ديك وعرضوا عليهم السمك قصاد حبة خردة مش عارفين يصلحوها، وبعدها راحوا لمخيم شينج وقدموا لهم نفس العرض، بس الخدعة هنا إنهم مدوا لديك وشينج نفس كمية الأسماك، وحصل اللي كانوا متوقعينه. الفريقين اتخانقوا مع بعض عشان ياخدوا سمك أكتر، ووقف ما وأخوه يراقبوا الفريقين من بعيد ويحاولوا يكتشفوا نقاط الضعف بتاعت كل فريق، وبيروح ما بعدها عشان يعتذر لشين، وشين بتقبل اعتذاره وبتبتسم له بحب. في توزيع السمك اللي بعده شياو اقنع فريق ديك انهم يطلبوا شبكة صيد من فريق شينج، وفعلا شينج وافق على طلبهم بس حط لهم شروط، وهي انهم يشتغلوا عنده او ياخد هو تلتين السمك وفريق ديك التلت بس. ديك اتعصب جدا اول ما سمع الكلام المستفز ده ونط على شينج ونطحه، وامر الفريق بتاعه انه يهاجم فريق شينج وياخدوا منهم السمك بقوة، وبدأت المعجنة بين الفريقين. في نفس الوقت ما وشياو كانوا واقفين بيتفرجوا من بعيد وبيضحكوا، وكانوا مبسوطين جدا لان خطتهم نجحت. وبيجي الليل على الفريقين والمعجنة لسه شغالة، وفجأة ما بينور كشاف قوي جدا على المجموعة وبيتكلم في الميكروفون بتاع السفينة وبيطلب منهم يوقفوا القتال ده ويتحدوا مع بعض ويوفروا مجهودهم ده ويدوروا على اي حتة ارض النيزك ما قصرش عليها وما دمرهاش. شينج اتريق على ما، بس شين وقفت معاه ودفعت عنه وضربت شينج في كتفه وقالت له انا مش عايزة اقضي باقي حياتي على الجزيرة وافضل اتخانق مع الناس على الاكل زي الحيوانات. وساعتها ما عمل لهم مثال حي على اللي قدر يوصلوا له هو واخوه، والمجموعه كلها اقتنعوا ان قدامهم فرصه كويسه لو كلهم اتعاونوا مع بعض، وكلهم سقفوا الماء واعتبروه قائدهم الجديد. بعدها حصلت هدنه بين الطرفين وكلهم اكلوا مع بعض. شينج سمح لهم انهم يقعدوا في السفينه اللي لقاها، وديك سلم هو كمان بقياده ما. تاني يوم ما طلب من المجموعه انهم يراقبوا الطقس وحركه المد والجزر في البحر ويسجلوا كل ده في دفتر بالتواريخ. ما طلع موبايل مشحون قدام المجموعه بتاعته، وشياو كان بيوريهم صور ورسائل من قرايبهم قصاد ورق الكوتشينه، وكلهم كانوا فرحانين ومبسوطين مع بعض. وحطوا خطه بعدها عشان يطلعوا الاتوبيس اللي جم فيه من الصخور، وبعد مجهود كبير قدر شياو العبقر انه يرجع الطاقه للسفينه اللي لقاها شينج، وكلهم عملوا حفله كبيره على شرف شياو العبقري، وطلع ليهم شياو بنفسه ورمى عليهم ورق كوتشين عشان يحيي الجمهور. بتمر الايام وما وشين بيعيشوا ايام رومانسيه مع بعض وما بيسيبوش بعض ابدا، وما بيسال شين لو هي هتفضل معاه حتى بعد ما يسيبوا الجزيره. وفي وسط حفله من حفلاتهم بيسمعوا كلهم اصوات زي ضرب النار، وبيقرر ما وديك وشياو انهم يروحوا عشان يشوفوا مصدر الصوت، وبيقول لهم ما انه بيسمع نفس الاصوات دي كل 12 يوم، واول ما بيقربوا من الشاطئ بيشوفوا سفينه عملاقه بتضرب العاب ناريه. ديك اول ما شاف السفينه كان هيتجنن من الفرحه ورجع جري على باقي المجموعه عشان يقول لهم على اللي شافه، بس الاخين ما كانوش فرحانين لانهم هيرجعوا تاني لحياتهم القديمه لو سابوا الجزيره. شياو ما كانش مستعد انه يخسر كل السلطه اللي هم وصلوا لها، واقنع اخوه انهم يخبوا اللي شافوه عن باقي المجموعه. واول ما رجعوا للمخيم قالوا لكل اللي موجودين ان ديك اتجنن وبقى بيتهيأ له حاجات مش موجوده، وطبعا لما ديك رجع وقال للمجموعه على اللي شافه اعتبروه مجنون وحبسوه جوه تلاجة وكهربوه عشان يرجع لعقله. وشياو حط قاعده جديده ومنع اي حد من المجموعه انه يروح للجبال القريبه من الشاطئ بالليل. بعدها شين وما قعدوا لوحدهم وكانوا بيتكلموا في اللي حصل مع ديك، وشين قالت له انها مش عايزه تسيب الجزيره وتمشي وانها مبسوطه وهي عايشه مع حبيبها وعايزه تعيش معاه للابد، وساعتها ما بيوعدها انه هيفضل جنبها مهما حصل. بتمر الايام والمجموعه كلها بتتنمر على ديك، وما بيبتدي ضميره يأنبه، بس شياو بيهديه وبيقول له انهم هيرجعوا قريب وهيرجعوا بنفس سلطتهم اللي على الجزيره. بعد شويه شينج بيرفض يتعامل مع الناس بورق كوتشينه تاني، وبنكتشف انه كان بيشتري السمك عشان يبقى المتحكم الوحيد في الاكل ويرجع سلطته من تاني، بس شياو كان عارف نقطه ضعفه ووراله على الموبايل فيديو لبنته الصغيره وهدده انه هيمسح الفيديو ده الا لو شينج كتب له كل فلوسه وشركته. وبما ان شينج كان متخيل ان العالم كله انتهى وافق على عرض شياو بمنتهى السهوله، وشياو الخبيث سجل له فيديو وهو بيعترف بالكلام ده، وكمان مضاع العقود كتبها بنفسه في دفتر لقاه على السفينه. بعدها شياو بيكشف خطته لاخوه
وبيقول له انه بيخطط انه يكسر موتور الاتوبيس اللي جم فيه ويسرق شبك الصيد ويهربوا هما الاتنين لما السفينه تيجي تاني بعد 12 يوم ويسيبوا الناس على الجزيره ويتمتعوا بقى بفلوس شينج ويعيشوا العيشه اللي كانوا بيحلموا بيها. اول ما ماما سمع الكلام ده خاف من تصرفات اخوه وفهم انه بقى ديكتاتور اكتر من ديك. بعدها ما بيتخطف وبيتحط ملايه على وشه وبتتشال الملايه بعدها عشان يلاقي نفسه على الشاطئ، وبنكتشف ان شين قررت تتجوز ماما على الشاطئ بحضور المجموعه كلها. وبالرغم ان حلم ما اتحقق واخيرا هيتجوز حبيبته الا انه ما كانش مبسوط وبدا يصرخ بشكل هستيري ويقول لهم ان السفينه حقيقيه، ومسك ديك من ايده وسحبه قدام المجموعه عشان يقول لهم، بس الكهرباء لحست دماغ ديك المسكين. في الوقت ده الناس افتكروا ان ما اتجنن هو كمان وكهربوه. في الايام اللي بعدها ما حاول انه يقنع الناس اللي معاه بان السفينه حقيقيه بس ما حدش صدقه. حتى شين قالت انه بيعمل كده عشان يتهرب منها وانه كان بيلعب بمشاعرها. وشياو حاول انه يقنع اخوه انه يرجع عن اللي بيعمله وفكروا بحجم الفلوس اللي مستنياهم لما يهربوا على السفينه. وبنكتشف ان ديك سمع كلامهم كله وظهر فجاه بعدها وضرب شياو وقال لما انه كذب عليه. بس بدل ما يتخانق معاه اقترح عليه انهم يتعاونوا مع بعض ويحاولوا يلاقوا طريقه يهربوا الناس بيها من الجزيره. وبعد ما عدى 12 يوم تاني وفي الليله ال 12 اللي المفروض السفينه هتيجي فيها، ما اقترح على اخوه شياو انه يخلي الناس تشرب لحد ما تتعمي. وبنكتشف ان دي خطه من ما عشان يلهي اخوه شياو على ما ديك ينفذ خطتهم. وفعلا ديك بيروح للسفينه وبيكسر خزان الوقود بتاعها وبيحاول بعدها انه يولع فيها، بس للاسف الولاعه بتاعته ما اشتغلتش. لما ما لقى ان ديك اتاخر في تنفيذ الخطه حاول انه يتصرف هو ومسك خشبه مولعه واقترح على المجموعه انهم يولعوا في السفينه، يمكن حد من اللي على السفينه يشوف النار العملاقه دي ويجي ينقذهم. بس الناس كانوا معتبرينه مجنون ومحدش صدق كلامه وحاولوا انهم ياخدوا الخشبه منه قبل ما يولع في السفينه. في وسط الخناقه دي ديك ظهر من فوق الناس كلها وحاول انه يخطف الخشبه منهم، بس للاسف ما عرفش والخشبه وقعت تحت رجل شين. وساعتها ما طلب من شين انها تثق فيه وتحايل عليها انها ترمي الشعله على السفينه، وفعلا شين وثقت فيه وسمعت كلامه ورمت الشعله. بس لسوء الحظ رميتها كانت ضعيفه وما قدرتش توصلها للسفينه والشعله وقعت في الميه واتطفت. ووسط كل المدعكه دي المعلم شينج خرج من الاوضه بتاعته ماسك سيجاره في ايده ولا على باله، وفجاه ظهر ما ورا ظهره وكهربه ووقعت السيجاره من ايده في الوقود والدنيا كلها ولعت. ورمى بعدها الدفتر اللي شياو ممضي فيه شينج على كل املاكه في النار. في اللحظه دي شياو وقع على ركبه وبدا يصرخ بهستيريه بعد ما خسر كل فلوسه اللي سرقها من شينج. الناس بعدها حاولوا انهم يطفوا السفينه بس الحريق كان كبير جدا وطلعوا يجروا كلهم ورا ما عشان ينتقموا منه. ما كان بيجري منهم بكل سرعته ولما وصل على الحافه اتزحلق ووقع في البحر. بس وهو بيقع شاف ان السفينه اللي في البحر لحظت حريق السفينه اللي على الجزيره واتحركت ناحيتها، وساعتها ما بيغرق في الميه وهو فرحان لانه انقذ زمايله وبيفتكر كل الذكريات الحلوه اللي قضاها معاهم. تاني يوم الصبح بنشوف ان الموج حدف ما على الشاطئ، واول ما بيفوق ما بيقوم يدور على زمايله بس ما لقاش غير شين وقالت له ان كل زمايلهم مشوا وفضلت هي لان السفينه ما كانتش هتستنى. وشين قررت انها تفضل على الجزيره عشان تعيش مع حبيبها كام يوم في سعاده. وفي نهايه الفيلم بنشوف ان القصه بتاعت الناس اللي تاهوا على الجزيره بقت ترند عالمي، وشينج اشترى الجزيره وحولها لمنتجع سياحي، والمجموعه كلها راحت لشياو المستشفى عشان تزوره لانه كان عنده فقدان في الذاكره. وما قدر انه يكسب فلوس كتير وفتح شركه كبيره واتجوز شين حب عمره. وبعد ما شفت يا صديقي قصه الجزيره وسكانها الضايعين، تفتكر لو كنت معاهم كنت هتفضل تبقى في انهي فريق وليه؟ يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات. وشكرا على المشاهده وسلام يا صديقي.